جدل كبير في مصر والسبب كورونا، فرغم التصريحات المتكررة لوزيرة الصحة المصرية هالة زايد إلا أن هذا لم يمنع سيل الشائعات المتداولة حول عدد الإصابات وطبيعتها. بداية هذا الجدل كانت يوم السبت عندما أعلنت وزارة الصحة الفرنسية عن تسجيل 6 إصابات لسياح فرنسيين قادمين من مصر، وهو ما عزز الشائعات القائلة بأن أعداد الإصابات أكثر من المعلن هناك. الأمر أثار جدلاً واسعاً ودفع وزارة الصحة للتأكيد بأن عدد الحالات هي واحدة وقد تعافت تماماً وأخرى تم تسجيلها مساء أمس، لكن هذا لم يمنع سيل الإشاعات على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تمثل أبرزها بفيديو نشر لهلع تلميذات مدارس، ووضع الفيديو تحت عنوان هلع طالبات بعد انتشار كورونا في إحدى مدارس الإسكندرية. دعونا نتابع. وزارة الصحة وبسرعة كشفت زيف الفيديو الذي تبين لاحقا بأنه قديم ويعود لحادثة اختناق طالبات بسبب رش عامل مبيد حشري في إحدى المدارس بتاريخ 5 من ديسمبر عام 2019. ووسط كم الشائعات تفاعل بالمقابل أيضا عدد كبير من الناشطين والمغردين الغاضبين. دعونا نستعرض بعض مما كتبوه، والبداية كانت من مغرد تحت اسم محمد عبد الرحمن، غرد قائلا: المصريون هم الشعب الوحيد في العالم فيما أعرف الذين جردوا كورونا المخيف من هيبته وحولوه إلى سلسلة لا تنتهي من النكت. أما محمد فغرد قائلا: الحقدين على مصر عاوزين مصر يبقى فيها كورونا بالعافية، تحيا مصر رغم أنف كل حاقد. وأيضا تغريدة أخرى لوفاء قالت: أنا مش فاهمة، حتى لو وصل حنخبي ليه؟ هو قرار سياسي دمرت من الله. نتوسع في الحديث أكثر مع ضيفتنا، تنضم إلينا الآن القاهرة الكاتبة الصحفية هند الضاوي. سيدة هند أهلا بك معنا. رغم بأن هناك مصدر موثوق للمعلومات وزارة الصحة، لماذا هذا الهلع الذي تابعناه على مواقع التواصل الاجتماعي حول انتشار الفيروس في مصر؟ يعني في البداية ردود الأفعال في مصر على ظهور فيروس كورونا في العالم وليس في مصر، لأن مصر من أقل الدول التي ظهرت فيها إصابات، كانت يعني ترجع لسببين. السبب الأول أن الشعب المصري يحب النكتة بطبع، يحب الفكاهة، وحتى إذا تابعنا معظم التغريدات والبوستات على الفيسبوك نجد أن الشعب المصري يأخذ الموضوع بسخرية وابتسامات وضحك. وهناك جانب آخر، يعني ضمن حملة ممنهجة للنيل من مصر والمقايدة السياسية، وجدنا أن هناك عدة دول على سبيل المثال أخذت قرار بوقف التأشيرات الخاصة بمصر، رغم أن مصر لم يعني يظهر فيها أي حالات لمواطنين مصريين، وأن كل الحالات التي ظهرت هي لأجانب وظهرت في عودتهم، ويعني العودة من مصر لأمريكا دائما في الأغلب بتكون هناك ترانزيت في دول أوروبية، ولا يكون هناك طيران مباشر إلا في حالات نادرة. هذا يعطينا يعني توضيح أو إيضاح أن ممكن الدول كأمريكا على سبيل المثال قالت أن هناك حالتين عائدتين من مصر، بالطبع هم يعني كانوا في ترانزيت إلى هذه الدول. بالنسبة للحالات التي أعلنت عنها فرنسا، وزارة الصحة المصرية طلبت بشكل مباشر توضيح لمسار هؤلاء، والسلطات الفرنسية تلكأت في الرد على وزارة الصحة المصرية. هناك دول كقطر أعلنت منذ قليل أنها وضعت المصريين الموجودين على أراضيها داخل الحجر الصحي، رغم أن مصر ليس فيها المرض منتشر. السفير مصر في الكويت أعلن منذ قليل أن لا يوجد مصري واحد في الكويت مصاب بفيروس كورونا أو حتى داخل الحجر الصحي، بالإضافة إلى على مستوى المواطنين بصفتي لدي أبناء ويعني منغمسة في فكرة المدارس. هناك مسجات صوتية تأتي على جروبات المدارس تحذر الماميز او يعني الامهات من ان المرض انتشر في المدارس، رغم ان جميع ابنائنا في المدارس، ويعني لم نجد ان هناك حاله يمكن حتى يكون هناك مشتبه فيها الا البرد العادي. هذا يعني انها حمله ممنهجه لعده اسباب: اولا ايقاف او التاثير على السياحه المصريه، خاصه بعد التقدم الكبير التي احرزته في عام 2019، حيث وصلت فوائد وارباح السياحه الى اكثر من 12 مليون، وهذا يعني في تطور كبير ما حصلش لمصر منذ عام 2011. بالاضافه ايضا ان هناك
هناك دول تريد تسييس الموضوع وكأن كورونا صناعة مصرية، كورونا ظهر في كل دول العالم، الدول المتقدمة، وفكرة انتشاره في بعض الدول العربية وعلى رأسها الدول الخليجية كانت لأن هناك تبادل حركة سياحة ما بين هذه الدول وما بين إيران. مصر ليس لديها علاقات أو رحلات سفر من مصر إلى إيران كثيرة بحكم طبيعة الشعب المصري الدينية، بالإضافة إلى أن مصر يعني منذ إعلان الصين عن الكورونا هناك كثير من رجال الأعمال والذين يملكون يعني علاقات اقتصادية مع الصين توقفوا عن الرحلات بقرار شخصي. أريد التأكيد على نقطة هامة أن فيروس كورونا أكبر بكثير من إمكانيات إخفاءه داخل الدولة المصرية، يعني بعد انتشار التكنولوجي والهواتف المصورة لم نجد فيديو واحد أو مسج صوتية واحدة. أنا صحفية أحاول يعني أن أتتبع مصدر الفيديو أو مصدر المسجات الصوتية التي تأتي على الهواتف. كل المعلومات سيدة هند بشكل مفصل جميل جدا وضحتينا كل النقاط. طيب الآن يعني مع هذا البيان الذي صدر من وزارة الصحة المصرية والتأكيد بأن هناك كانت يعني الآن حالتين ممن أصيبوا بفيروس كورونا، حالة تعافت وشفيت من هذا الفيروس، إلى أي مدى هذا يمكن أن يحد الآن من هذه ربما يعني الفيديوهات التي نتابعها وهذا القلق بشكل بآخر على مواقع التواصل الاجتماعي؟ يعني أعتقد أن طالما هناك يعني جهات معينة خارج مصر تحاول يعني أن تسيس هذا الأمر، أعتقد أن الشائعات يعني ستستمر حتى أن يكون هناك حل للكورونا على مستوى العالم. ولكن الفكرة أن تصوير أن المجتمع المصري يعاني من الهلع والرعب في هذه الأيام بسبب فيروس كورونا، هذا الأمر يعني عاري تماما من الصحة. الجميع في أعمال والجميع يذهب إلى المدارس وإلى النوادي وإلى المولات، ويمكن أن يعني نلتقط صور عشوائية للشوارع كي يعني نرى المصريين كيف يعيشون، بالإضافة إلى أن هناك شفافية كبيرة من وزارة الصحة وهناك تتبع بشكل رسمي من قبل مكتب منظمة الصحة العالمية. يعني اليوم أعلنت وزارة الصحة عن اشتباه في امرأة دنماركية أتت لمصر منذ فترة وتعيش في حي المهندسين. كانت منظمة الصحة العالمية ومندوبيها قبل وزارة الصحة في هذه الحالة، وتم نقلها إلى حميات الجيزة وعمل كل الفحوصات اللازمة لها، وتبين أن النتيجة سلبية وليس يعني هناك كورونا بالأصل، ولكن اشتبهت بين يعني اعراض الانفلونزا العاديه واعراض الكورونا، بالاضافه الى ان المهندس الكندي اللي تم يعني وضعه في الحجر الصحي في حميات مرسى مطروح يعني تم تعقيم الشركه بالكامل ووضع جميع العاملين المختلطين به في الحجر الصحي وقفل الشركه لمده 14 يوم. اعتقد ان اكبر دول العالم لا تستطيع ان تفعل ما تفعله القياده المصريه والاداره المصريه في احتواء الازمه، ونحن اقل يعني من اقل دول يعني هناك فيها حالات، بالاضافه ان لا يوجد مصري واحد مصاب بفيروس كورونا تم إثبات يعني أنه مصاب بالفعل، والناس تعيش بشكل طبيعي. ليس أنا هو أشكرك من الاقتصاد على المشاركة فقط. معنا أولا وعلى كل هذا الشرح المفصل وعلى كل هذه المعلومات. شكرا لك يا سيدة هند الضاوي الكاتبة الصحفية، كنت معنا من القاهرة.